يقول الحسين ليلتين ورا بعض يودع قبر المصطفى، ما ليه فاض يطلع أبو علي مكسور حزين مطرود من جوار جده وأمه وأخيه، اجي إلى القبر الشريف، دخل إلى الغرفة، غرفة القبر، وضم الضريح إلى صدره مناديا جداه يا رسول الله أنا فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، أنا مخذول يا رسول الله أنا مطرود من جوارك يا حبيب الله. قام يبكي إلى أن هومت عينه على القبر الشريف، فرأى رسول الله في عالم الرؤيا، أقبل إليه في قبيل من الملائكة فاتحا باعه إلى الحسين وضمه إلى صدره مناديا حبيبي يا حسين، كأني بك عن قريب في أرضي كرب وبلاء، تذبح من القفا وأنت مع ذلك عطشان لا تروى وظمآن لا تسقى، بين عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي، لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. قال جدا خذني إليك في هذا القبر، لا حاجة لي للرجوع إلى الدنيا. قال لا يا أبو علي، إلك منزلة درجة لن تنالها إلا بالشهادة في كربلاء، أنت تصير نجاة شيعتنا يا أبو علي، سفينة النجاة إلى الشيعة. يقل تنجي عقلي بذبحك الشيعة من النار، بذبح شبانك وذبح أطفال صغار، وصير لجلك كربلا مقصد الزوار، هالأمر كله يا الولد مكتوب بالله. يلا يا حسين سافر بالحراير والنساوي، تنذبح يا ابني ونسوتك تدخل دياوين، خل تنصب الشيعة النياح عليك وانت لتنجيها، ويصير الذنب مصفو. ودع قبر جده وجاء إلى البقيع يتخطى القبور، وين رايح أبو علي؟ وصل إلى قبر الحسن. الأخ غالي، ها الأخ عزيز، وصل إلى قبر الحسن. سوى أبو علي، اسمع الرواية، تمدد على قبر أخيه طولا بطول، وقام ياخذ إلى قبضات من التراب ويشم القبر الشريف. أخويا في أمان الله، في دعة الله أبو محمد. ويلي تخاصر على قبر العضيد، يعلم الله بحزان قلب يوم صاح وداع، هذا يا خويا اللي علينا قدر الله، سماك ذبحي من قبل تكوين الوجود، وانت قضيت اللي عليك من المنية، عالجت غصتها وظل اللي علي قصدي بهالسفرة يا خويا الغار، عندي عليك
طلعة للوطن ما خويا يا ابو محمد علي رحب الفضاضة وقلبي تراه ذاب من لوعات الفراق برض المدينة قبرك وقبري بالعراق رد للمنازل والدمع يجري بالخدو يلا يا ابو فاضل جهزوا الضعينة وطلعوا الخفرات المحجبات جهزوا الضعينة طلعوا أهل المدينة يشوفون الحسين شي يسوي طالع بكل العائلة لا خلى أطفال لا خلى نساء لا خلى إخوة إلا طلع حموية كلهم طلعوا يودعونا كل البيوت تقول الرواية البيوت مفتحة الأبواب والدكاكين مغلقة عندما طلع الحسين إلا بيت واحد ما فتحوا أهله إلا بيت واحد ما طلعوا يودعونا تعرف هذا بيت من؟ هذا بيت أم البنين أم البنين ترى ما ودعت الحسين ها؟ دخلوا نسوان بني هاشم عليها قومي أم عباس ما بتودعين الحسين رفعت راسها كفكفت دموعها قالت أني وين أودع إذا أودع أموت تطلع روحي من جسدي لكن نادوا على أولادي الأربعة خلي يجون نادوا عليهم يقدمهم قمر بني هاشم رفعت أم البنين راسها ودارت عيونها بأولادها قالت أنت يا أبو فاضل تقدم على أخوانك جثى بركبتيه عند أمه حطت يدها على كتف أبو فاضل تضرب عليه تقول له ولدي أبا أوصيكم وصية إذا ما تنفذونها منتون أولادي لا تحرجوني ويا أمه ارفع راسي يا أبو فاضل إيش عندك يما من وصية قالت أوصيك يا عباس أني بزينب كفلها وبكل وقت يا نور عيني دايم لها تبقى تراهي بالهضم من بعد أهلها توقف على جثثكم عرايا بغير تجفي اسمع تقول له انت سواد عيونها وانت نظرها وانت فخر المخدرة وانت ذخرها ليكون حد يا ابو الفضل يهتوك قالها على خدر الوديع لا توصي ما تنهضم يا والد بحضرة العباس أنا أحلف شخصها ما تشوف سايرنا وكان العمد حول علي وفتت الرأس بحبال تتربط وتدخل للدياوي وأحسن بعد أكو مشهد وأسألك الدعاء خاف أنزل من هالمنبر تعتبون علي ودع الحسين قبر الحسن ودع قبر المصطفى أم البنين ودعت أولادها وين الزهرة ما لها ذكور يعني معقول الحسين يطلع من المدينة ما يودع أمه هذا آخر وداع ترى الوداع الأخير للحسين هو وداع الزهراء جهز الضعينة الأم عزيزة ها الأم غالية يلا يا حبيبي إلا أمه ما أخذ بخاطرها عليه يطيح على راسها ماكو عندنا إلا الأم يا مولاي الأم غالية عزيزة الحسين طلع بظلام الليل قبل ما تمشي القافلة وقام يتخطى القبور لكن محنية الظاهر يكسر الخاطر أبو علي لما جاء إلى القبور وقف على بقعة ما عليها شواهد
جثى بركبتيه ووضع خده على التراب. قال يما زهراء في أمان الله، في دعة الله، يما أنا ماشي عنكم. وإذا بالقبر يموج بمن فيه، يموج بمن فيه ذلك القبر. اسمع الأبيات وأسألك الدعاء، شلون أبيات مؤلمة على قبر أمه. يقول قصدتك يا الحنونة وياك وسط القبر ضميني، والله ضميني ما تدرين يا زهراء بجور الزمن ماذيني. وقع فوق القبر يصرخ دقومي ونشفي دمعي، مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي. آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر، ضميني وسط قبرك أسليك وتسليني. أويلي أويلي يصرخ والقلب مفجوع، يا زهر ارحمي بحالي، دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي. ولأن الصوت آي حسين غالي الولد غالي، أضمك وسط قبر شلون تقدر تنظر عيوني. وأنا مودت إن الزهرة عندنا مصيبة يا أم الحسن. أي مصيبة؟ تقول له ما تقدر تشوف أمك يا نور العين، ما تقدر وقلبك ينكسر، بس ما تشوف الضلع المكسر، لكن أبت لاقى وياك يا ابني بعرصة المحشر. إذا شفتك بلي يا راس واقف ما تحاجيني.